عسلامة، مرحبا بكم، شنو حوايجكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في حلقه اليوم اللي اغلبيتكم اللي تشاهدوا فيها تو حالينا قنوات جديده ومبتدئين، وتحبوا تعرفوا كيفاش تلموا 1000 مشترك. باش نحكي لكم على طريقتي انا، طريقه سهله حلوه اللي تحصلت بها على 1000 مشترك. ما عليكم كان تتابعوا الفيديو من الاول للاخر. بطبيعة البطل هو اللي شاهد الفيديو من الاول للاخر. اللي هذا فما اللي تسأل شكون البطل؟ البطل هو اللي ما يقصش على الفيديو، يكمل الفيديو للاخر. به نبدأ على بركة الله. به كيفاش انا تحصلت على 1000 مشترك؟ هذه حاجة مش صعبة برشا. به انا مثال شعملت، أعوذ بالله من كلمة أنا، به عملت فيديو. الفيديو ذي شفت معناها مجموعة من جروبات به طالبين شنية، طالبين مثال جدول الضرب. جدول الضرب كي شفت فما طالب عليها جدول الضرب، عملت فيديو. الفيديو ذي عملت له عنوان جذاب، وعملت له وصف جذاب، وعملت له صورة مصغرة جذابة. انا علاش نحكي لكم هكايا؟ باش تعرفوا كيفاش تلموا 1000 مشترك. به لازم عنوان جذاب. ثاني حاجة لازم في الوصف، شنية الوصف؟ شنية تحط فيه الوصف من لوتا؟ تحط فيه معناها موضوع متاعك على شنية يحكي. به معناها كل مرة تختلف الكلمات. باش شخص مثال حاشو يلوج مثال على جدول الضرب، شنية يعمل؟ إذا كان هو مثال قال كيفية تعلم وألا كيف يتحفظ جدول الضرب، به دوب ما يكتب كي يطلع له الفيديو متاعك أنت حسب معناها العنوان، به وحسب الشنية كاتبه في الوصف متاعك. به وتحط صورة مصغرة. الصورة المصغرة ذي صورة مصغرة تكون جذابة، فيها عنوان بالكبير وفيها كي معناها الصورة مصغرة عدها باش تنطق. كي يشوفها العبد تجذبو ليه الشخص، معناها كي يشوف الفيديو يتلز انه يشاهده، وكي يدخل يشاهد الفيديو يعجبو المحتوى. شنيا باش يعمل؟ باش يشترك في القناة، ومن هنا انت تربح المشتركين، تبدأ المشتركين متاعك تمشي وتطلع، تمشي وتطلع حتى تلمى 1000 مشترك. طريقة راهو سهلة حلوة. باش نعطيكم طريقة اللي تعاونكم باش الفيديوهات متاعكم يصدروا محرك البحث. انا استعملتها من الاول والفيديوهات صدرت محرك البحث، لكن فما بعض الفيديوهات ما نكذبش عليكم على خاطرني انا مغصورة امتحانات وكل شيء، ما قمتش معناها ما حطيتش كلمات المفاتيح باش الفيديوهات تتصدر محرك البحث على خاطرني معناها عندي خدمة. الخدمة ذي ما عنديش حتى ضاء باش نعمل الفيديوهات على ذكا وخرت في نشر الفيديوهات. به وننصحكم انكم تواظبوا في نشر الفيديوهات. روى اغلبية المشتركين يحبوا معناها ديما فما جديد، ما تعملوش كيفيانا مثالش. هذه نصيحة منيانا، مع نصيحة اخرى انكم ما تتبدلوش بالاشتراكات. راو تنجموا تتبادلوا بالاشتراكات من بعد، اذاما اللي تبادلوا معاك يرخوا بيك، معناها عبارة ما عملت حاجة.
شيء يسحبك الاشتراكات، معناها أما خير يتلموا الاشتراكات، معناها من عباد اللي شاهدوا الفيديو متاعك وعجبهم الفيديو متاعك يبقاو معاك، وإلا تتبادل اشتراكات مع عباد تعرفهم، من بعد يشدوا ينحيوا الاشتراك، الاشتراك والعدد المشتركين ينقصوا وترسيلك قناتك ما تتفعلش. مالا اعتمد على نفسك، ما تعتمدش على العباد. الفيديوهات نتاعك كي يشاركوا فيهم عباد عجبهم من محتوى نتاع قناتك، اعمل عنوان جذاب والوصف يكون وصف دقيق دقيق وفيه كلمات مفاتيح. كلمات المفاتيح هذيا تحصل عليهم من السيو، واعمل صورة مصغرة. الصورة المصغرة هذيا زادة تكون جذابة، مش هكيكة وبرا، تكون جذابة باش اللي يشوفها تجلب، معناها صورة اللي تجلب الانظار، اللي يشوفها ديريكت ينزل على الفيديو ويشاهد الفيديو متاعك ويشترك في القناة. نصيحة أخرى به، ما تدخلوش على الروابط اللي يقولوا لكم نعطوكم شروط بتاع اليوتيوب، نعطوكم مثال 1000 مشترك، ومن بعد كتلموا انتوما فوق من 1000 مشترك نسحبوها بصفة آلية. وردوا بالكم اذا كيف ما يعطوكم من بعد ويسحبوا ينجموا يسكروا قناتك مرة واحدة، تنجم قناتك تتحرم منها ويسرقوا هيلك، ما عادش تنجم لا تنشر لا فيها لا تنجم تعمل حتى شيء. تصور معناها انت تتعب تتعب في الاخر، هما يشدوا القناة بتاعك، هما يتحكموا فيها وانت عبارة ما مكش ملئ القناة. فهمتوا به؟ ونصيحة مني اخرى، ما تنشروش فيديوهات متاع اشخاص، ردوا بالكم. حتى الفيديوهات اللي منشورة في عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما تنشروهمش، علاش؟ يجيكم انذار، ينجم يقول لكم اي شخص انشر، من بعد فترة يتراجع يولي يكلم شركة اليوتيوب، شركة اليوتيوب تبعث لك لك انت انذار، وكالانذار هذاك يتنحى طريقتين، يا اما عن طريق ارسال صاحب الفيديو هذايا، تراسلو عن طريق الايميل تبعثو لك شركة اليوتيوب، وإلا تنتظر حتى يتم سحب الانذار بصفة آلية من شركة اليوتيوب. بتبيع الانذار هذايا ما يتسحب إلا بعد 3 أشهر. باش تتحصلوا على 1000 مشترك، ما عليكم كان تنشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتبيع، تنشر الفيديوهات انتاعك وين تنشرها؟ في اول حاجة تنشرها في المجموعات اللي مختصة وإلا مهتمة بالموضوع اللي انت عامل عليه فيديو، مفهومة؟ به النصيحة أخرى، اللي القناة متاعك حاول أنك تجتهد فيها، تعمل فيها فيديوهات خاصة بك أنت، محتوى خاص بك أنت، كل ما ترتفع عدد الفيديوهات كل ما يرتفع عدد الفيديوهات شنو يمشي يصير؟ لهنا قناتك تكبر، ومعناها والمشاهدات زادة ترتفع، معناها بشي يجي نهار اي حد يبدا حاجه بحاجه
دوب ما هكايا يحط في محرك البحث يطلع له مثال الفيديو متاعك انت، مفهومة؟ باش تحصل على 1000 مشترك، اولا عنوان جذابة، ثانيا وصف، تكتب كلمات مفاتيح في الوصف، ثالثا صورة مصغرة تكون جذابة، رابعا تكون قناة بتاعك الفيديوهات خاصة بك انت، باش عدد المشتركين ما يمشوش حرام. علاش؟ تنجم تنشر فيديو مثال حدث صار في بلادك، مثال متاع قناة، تنجم تتحصل منه على آلاف المشتركين، آلاف المشاهدات، لكن انبعت القناة الطالب بحق الطبع والنشر، كل شيء يتسحب، هي تحقق المرابيح، معناها تاخذ المرابيح متاعك عدد المشتركين ولا عدد المشاهدات، وانتي ترسلك في انذار، والانذار ما يتنحى الا بعد 3 أشهر. طبقوا النصايح اللي قلت لكم عليهم بإذن الله بكل سهولة، تلم 1000 مشترك، محتوى خاص بك انت، عنوان جذاب، وماذا ايضا؟ وصف يكون فيه كلمات مفاتيح تدخلوا على السيو، السيو هذي تدخل على الانترنت وتشوف سيو وتحط فيه العنوان نتاعك، شنو باش تعملك؟ تطلع لك برشا عناوين، عناوين مقترحة تابعة العنوان اللي انت حاجتك بيه، باه اكل العناوين هذيكم تنسخهم وتحطهم في الوصف لهنا، بعد تحط كلمات المفاتيح وتحط صورة مصغرة وتنشر الفيديو متاعك، بإذن الله الفيديو متاعك تصدر محرك البحث. إذا كانت تحبوا نقدم لكم فيديوهات أخرى، حول أي حاجة جديدة في اليوتيوب باش نتبعوا مع بعضنا، أي حاجة جديدة في شركة اليوتيوب حطوا لي في تعليق واعطوني رأيكم في الفيديو. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. اقتراحاتكم تجمل زادة تكتبوها في تعليق. إلى اللقاء.